إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، اعلموا أن شهر شعبان شهر عظيم، وله فضائل عظيمة وأجور كبيرة، فهو شهر يتميز عن غيره من الشهور، فالصيام فيه فضله كبير وثوابه جزيل. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه، أو كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، شعبان شهر غفل عنه كثير من الناس إلا من رحم الله، ففيه ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا. وقد يسأل سائل: لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟ أقول مستعينا بالله ومنه السداد والتوفيق، أن شعبان سمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون فيه للغارات والغزو، كذا ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. واعلم أخي رحمك الله أن لهذا الشهر الكريم أحكام تميزه عن غيره من الشهور، وله فضائل عظيمة نذكر منها: أن للصيام في شعبان فضل ليس كفضل صيام غيره من الشهور، ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر الفضيل. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية أخرى: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل صوم شعبان أن صوم يوم من شعبان يعدل يومين من غيره. تدبر أخي المسلم رحمك الله الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أصمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري، قال القرطبي رحمه الله: وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم يعدل يومين في غيره، أخذا من قوله في الحديث: فصم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي فوتته من صيام شعبان. واعلم أخي، هداني الله وإياك، أن هناك حكمة عظيمة من إكثار الصيام في شعبان، وهي غفلة الناس عن هذا الشهر،
وعدم تدبر فضائله والأجور التي أعدها الله تعالى لمن أكثر فيه من الصيام. روى النسائي بسند حسن أن أسامة بن زيد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، لما أراك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها المسلمون، من هذا الحديث نستنتج عدة أسباب. السبب الأول غفلة الناس، فالعبادة يا عباد الله في أوقات الغفلة لها شأن عظيم وأجر كبير وثواب جزيل. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف عدة أمثلة، حيث قال: منها ما رتبه الله تعالى من الأجر الجزيل لمن يذكره سبحانه في السوق، لأن السوق مكان غفلة يكثر فيه الكذب والرشوة والربا والنظر للمحرمات. ولذا كتب الله لمن قال دعاء دخول السوق 1000,000 حسنة، وحط عنه 1000,000 سيئة، ورفع له 1000,000 درجة. والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح. ومنها، أي من الأمثلة، قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الثاني إخوتي في الله أن الإكثار من الصوم في شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. وهنا أحبتي في الله لا بد أن أبين لك أخي المسلم أن هناك 3 أنواع لرفع العمل: الأول الرفع اليومي، الثاني الرفع الأسبوعي، الثالث الرفع السنوي. تدبر معي. الرفع اليومي، روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وفي رواية أخرى: ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. قال الإمام النووي رحمه الله: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ثم علق رحمه الله على الرواية الثانية: ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار، قائلا: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده، فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. انتهى كلامه رحمه الله. الثاني الرفع الأسبوعي، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وروى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين والخميس:
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. النوع الثالث الرفع السنوي، وهذا يكون في شهر شعبان من كل سنة، كما هو في الحديث الذي ذكرته، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفيه وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وأما السبب الثالث أيها الإخوة في الله، أن من حكم صيام شعبان التمرين لصيام رمضان والاستعداد لرمضان وتدريب النفس وتهيئتها لرمضان. قال ابن رجب رحمه الله كما في لطائف المعارف: وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. فيا عباد الله، استثمروا هذا الشهر الفضيل، وعمروا أوقاتكم بالطاعات والقربات، فالسعيد من عمل لآخرته وأعد الزاد للقاء الله جل وعلا. ألا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإياكم والغفلة فإنها داء كبير، ولا يعصم منها إلا من وفقه الله وهداه. واجعلوا كل أوقاتكم طاعة وعبادة، فإن الأعمال ترفع بالليل والنهار إلى رب العالمين سبحانه. وأكثروا عباد الله من الصيام في هذا الشهر الكريم، وهيئوا النفس ودربوها على الصوم استعدادا لرمضان. أيها الإخوة في الله، بعد ذكر جملة من الفضائل والأسباب في الإكثار من الصوم في شعبان، بقي عندنا عدة مسائل يسأل عنها كثير من الناس، وخاصة من عرف قدر شعبان وما له من فضل ومزية. المسألة الأولى، وهذه المسألة عباد الله تطرح كثيرا في كل عام، ألا وهي: هل يجوز صيام شعبان كله أم بعضه؟ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية أخرى: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. أخي الحبيب، هنا عندنا روايتان، فكيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقولها كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، الثاني أي كان يصوم شعبان إلا قليلا تفسيرا للأول، وبيان أن قولها كله أي غالبه. انتهى كلامه رحمه الله. فمعنى كله أخي المسلم ليس كل الشهر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، لا، بل أنه كان يصوم أغلبه أي أكثر أيامه، هذا معنى لفظ كله. قال الفضيل بن عياض كما في إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم: وكذلك يفسر قوله كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، والكلام الثاني تفسير للأول، وعبر بالكل عن الغالب والأكثر. والصحيح يا عباد الله، وبعد الجمع بين الروايتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام شهر شعبان. والدليل على ذلك أحبتي في الله ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. انتهى كلامه. فمن حديث ابن عباس
يتوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، وهذا نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعض أيام شعبان. المسألة الثانية وهي أنه لابد أن يكون هناك فاصل أو فصل بين صيام شعبان وصيام رمضان، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وروى أبو داود بسند حسن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: كما في سبل السلام، واعلم أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قبل رمضان بيوم أو يومين، فقرب غداءه فقال: أفطروا أيها الصيام، لا تواصلوا رمضان بشيء وأفصلوا. قال ابن عبد البر: كما في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، استحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله تعالى أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما كانوا يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان. هذه المسألة الثانية عباد الله نستنتج منها والخلاصة منها أنه لا بد أن يكون هناك فاصل بين شعبان ورمضان، أقصد في الصوم. بقيت عندنا مسألة أخيرة، ألا وهي إحصاء هلال شعبان لرمضان. روى الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان، احصوا هلال شعبان لرمضان. قال المبارك فوري رحمه الله: احصوا بقطع الهمزة أمر من الإحصاء، وهو في الأصل العد بالحصى، أي عدوا هلال شعبان أي أيامه لرمضان، أي لأجل رمضان أو للمحافظة على صوم رمضان. قال ابن حجر رحمه الله: أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا مطالعه وتتراءوا منازله، لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة حتى لا يفوتكم منه شيء. انتهى كلامه رحمه الله، تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي رحمه الله. فلا بد إخوتي في الله من إحصاء هلال شعبان لرمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا صوم شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، والحمد لله رب العالمين.